السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم طريقة رائعة لتجفيف قشور البرتقال بطريقة سهلة ومبسطة. أنا هنا عندي حبات تاع برتقال، غسلتهم مليح ونقعتهم في الماء والملح، ممكن ماء وبيكربونات، وتخلوهم مدة ساعتين. بعدها يعني تنحوهم وتغسلوهم مليح وتعودوا تشلوهم، يعني تنحو لهم كامل الزوائد اللي عليهم بهذه الطريقة. بعدها نشفهم ونبدأ معكم طريقة التحضير. هي أنه ناخذ الحبات تاعنا بعد ما نشفوهم مليح، نحو لهم القشور لكن بدون ما نحو لهم القشر الأبيض. اليوم راح نستعملوا قشور أو تجفيف قشور البرتقال، ونستعملهم يعني كمنكه بديل عن الفانيلا، راح يعطي نكهة رائعة للحلويات تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا انا نقشر الحبات تاوعي بهذه الطريقه، يعني نحاولوا انه اللب الابيض ما نحوش منه، ممكن انه راح يكون معنا شويه لكن مش بزاف. بهذه الطريقه نواصلوا نقشروا كامل الحبات اللي عندنا. كما تعرفوا موسم البرتقال، ويعني القشور ما حش نرموه، نحتفظوا به، يعني كل ما نحو يعني قشور نحتفظوا بهم ونيبسوهم، واكيد احنا نرحوهم ونتحصلوا على نكهه البرتقال بطريقه سهله ومبسطه. في هذه المرحله راح ناخذ صينيه، لازم ناخذ صينيه تكون يعني كبيره، نفرشوا عليها منديل مطبخ بهذه الطريقه. يعني طريقه التجفيف راح تكون على واحد الوسيله، وسيله سهله راح تشكروني عليها، لانه راح تسهل لكم عمليه تجفيف القشور. كما تعرفوا فصل الشتاء مع البرد والاخر ما نقدوش يعني نجفوهم في الشمس. راح نوريكم الطريقه هذه، راح تساعدكم في بزاف اشياء تحبوا ديروا لها عمليه تجفيف. كما راكم تشوفوا هنايا، بعد ما نحطهم في الصينيه حاولوا انكم يعني تزربعوهم، تحطوهمش فوق بعضهم. بعدها راح نوريكم الوسيله اللي هي راح نحطهم على المدفاه. نعم، نحطوهم على المدفاه بعد ما نغسلها، يعني نخلو النار هادئه ونحطوها على المدفاه ونخليه يبس لي عليها. طريقه سهله وراح يبس لكم يعني في وقت وجيز، ممكن ليله واحده يبس لكم وتحصلوا على قشور يعني برتقال مجفف. هنا مازال ما نشف ليش، ما يبس ليش. هنا بعد مرور يوم لقيته يعني ما شاء الله يبس لي بهذا الشكل. انا راح نطم يعني نلمد كميه كبيره ونرحيها يعني دفعه واحده. انتم هذه هي الطريقه في التجفيف، حاولوا انكم تجمعوا يعني كميه كبيره وتجفوها يعني على دفعات وترحوهم بهذه الطريقه، يعني ترحوهم وتتحصلوا على نكهه البرتقال. تحياتي لكم والسلام عليكم.